بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، اعزائي المشاهدين متابعو قنوات اون تايم سبورتس في كل مكان، اهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء في البطوله الاولى او الثانيه، التجمع الثاني لبطوله الكره الشاطئيه للمحترفين المقامه في مدينه العين السخنه بمحافظه السويس. شايفين قدام حضراتكم حكم اول وحكم ثاني، حكم اول كابتن حازم الشربيني والحكم الثاني كابتن مسعد عطله. هنتابع مع حضراتكم مباراة مع نادي سبورتينج واسكندرية للبترول. نادي سبورتينج بيمثله محمود عرفان رقم واحد ومحمد عبد العظيم رقم اثنين. هنشوف نادي مصر البترول. نادي مصر البترول احمد عبد العزيز رقم واحد والمصري اسماعيل رقم اثنين. مصر البترول احمد عبد العزيز رقم واحد والمصري اسماعيل رقم اثنين. ادي الكابتن موسى العطله بيتكلم مع رقيب الخطوط. هنتابع مع حضراتكم. اللقاء ادي نادي سبورتينج قدام حضراتكم. ونادي مصر للبترول هنبدأ اللقاء. إرسال هنشوف مع مين. سلموا على بعض فرقتين. أدي نادي سبورتينج رقم واحد زي ما قلت لحضراتكم محمود عرفان، ورقم اثنين محمد عبد العظيم، وحكم اول حازم الشربيني، وحكم ثاني كابتن موسى عطله، حكامنا الدوليين. ارسال مع نادي مصر البترول في الشبكه، اول نقطه لصالح نادي سبورتينج اسكندريه البترول عفوا. استقبال جيد من اسكندريه البترول وكره حلوه لكن في الشبكه ايضا من اللاعب رقم اثنين، والنقطة رقم اثنين لنادي سبورتينج، اثنين لا شيء حتى الآن. إرسال استقبال جيد، هتعدي سهلة ويطلع يحطها، ولكن ديفنس جيد جدا من نادي اسكندرية وتيجي في الشبكة وتعدي، والنقطة الأولى لاسكندرية البترول واحد اثنين. إرسال استقبال جيد من سبورتينج، اعداد في لرقم اثنين مصري يحطها حلوه خارج الملعب نقطه، بس يبقى كده التعادل اثنين اثنين حتى الان. اثنين اثنين
حكم لسه ما صفرش عشان الكرة تتلعب. هنشوف ونتابع مع حضراتكم. تاني كرة مع نادي اسكندرية ويعديها حلوة حلوة، هيجيب نقطة، لكن برافو نادي سبورتنج يعديها سهلة. محمود عرفان تاني للمصري لاسكندرية البترول، سهلة للمصري محمود عرفان يعدي الكرة، لسه الكرة رايحة جاية بين الفرقتين وفي الأخير يحطها خارج الملعب اسكندرية البترول وياخد بيها نادي سبورتنج النقطة رقم 3. 3-2 لصالح نادي سبورتنج. والمصري اسماعيل على الارسال للاعب رقم 2. ونقطة لاسكندرية البترول 3-3. ارسال مع اسكندريه البترول سبورتنج محمود عرفان، حلوه قويه حلوه حلوه من جنب ايد محمود او احمد الجوهري، ياخد بيها نقطه نادي سبورتنج 4-3. وتغيير ملعب تعدي الكرة مرة تانية من محمود السيد لمحمود عرفان داخل الملعب، ياخدها محمود السيد مرة تانية لأحمد الجوهري يعديها محمود السيد في ملعب نادي سبورتنج. و تاتش في لمس أو في حاجة في كرة مزدوجة على لاعب نادي سبورتنج، والنتيجة 4-4 حتى الآن. والإرسال مع اللاعب رقم أحمد الجوهري رقم 2 لنادي اسكندريه للبترول. نقطة لنادي سبورتنج 5-4. إرسال ينتقل للمصري إسماعيل. إرسال في الشبكة. أو نقطة لنادي سبورتنج، نقطة مباشرة من إرسال إيس 6-4. المصري إسماعيل على الإرسال. تاني كرة مع محمود عرفان، هتعدي سهلة من المصري، ياخدها محمود السيد لأحمد الجوهري مرة تانية، وتاتش أوت في إيد المصري إسماعيل خارج الملعب، ونقطة لصالح نادي اسكندرية البترول 5-6. ارسال مع محمود السيد وحلوه عايز يعديها المصري اسماعيل، لكن خارج تيجي في الشبكه، ونقطه لصالح نادي اسكندريه للبترول 6-6. ارسال مع محمود السيد لاعب نادي اسكندريه للبترول. وخارج الملعب، ونقطة نادي سبورتنج 7-6. إرسال لنادي سبورتنج محمود عرفان على الإرسال. كرة قوية حلوة وتعدي تاني مع نادي سبورتنج محمود عرفان، ومرة تانية لنادي سبورتنج اللاعب محمد أو محمود أو عبد العظيم محمد.
ارسال لنادي سبورتنج. استقبال اعداد مره ثانيه وقويه داخل الملعب، ياخد بيها اسكندريه البترول نقطه 7-8. احمد الجوهري ارسال لاسكندريه البترول، استقبال من محمود عرفان، عبد العظيم محمد مره ثانيه عديها سهله لنادي اسكندريه. محمود عرفان يحط كره قويه حلوه، محمود السيد، ولكن يعني كره حلوه جدا داخل الملعب وياخد بيها النقطه نادي اسكندريه البترول و8 8. حطها حلوه قوي 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 لاعب نادي سبورتنج محمود عرفان تحت الشبكه على طول، ياخد بيها النقطه نادي سبورتنج و9 8، والارسال ينتقل لنادي سبورتنج مع اللاعب عبد العظيم محمد. ارسال خارج الملعب، نشوف الكوره مع كابتن حازم الشربيني، نقطة لاسكندرية البترول 9-9. محمود السيد في الشبكة من محمود السيد، و10 سبورتنج 9 اسكندرية البترول. ارسال محمود عرفان، استقبال جيد من اسكندرية البترول، اعداد مرة ثانية، عبد العظيم يحطها في الشبكة وتعدي مفيش مشكلة، ونقطة لصالح نادي اسكندرية البترول والتعادل 10-10. استقبال من محمود عرفان، تاني كرة ياخدها ويعديها سهلة حلوة، محمود عرفان يسقطها خلف حائط الصد، والنتيجة 11-10 وتغيير ملعب 11-10 نادي اسكندريه البترول ولا نادي سبورتنج، هنشوف ونتابع مع حضراتكم لما ينزلوا في دقيقتين ارض الملعب. انتهى وقت الراحه، فرقتين هينزلوا ارض الملعب. ارسال لنادي سبورتنج مع عبد العظيم محمد جوه الملعب، ونقطة مباشرة واسم الارسال لنادي سبورتنج 12-10. استقبال جيد من احمد الجوهري لمحمود السيد، لاحمد الجوهري مره ثانيه، محمود عرفان يعديها حلوه حلوه حلوه، عبد العظيم محمد داخل الملعب ياخد بيها النقطه رقم 13 و13 10. ارسال محمود عرفان، استقبال جيد من محمود السيد، ولكن تيجي في ايده تخرج خارج الملعب، ونقطه وقيس مباشر من عبد العظيم محمد، والنقطه رقم 14-10. عبد العظيم خارج الملعب 11-14. محمود السيد على الارسال اسكندريه البترول،
خارج الملعب و15 11 خارج الملعب ايضا 12 15 احمد الجوهري على الارسال لنادي اسكندريه البترول. استقبال جيد لنادي سبورتنج، اعداد في مركز 2 يعديها سهله. عبد العظيم مره ثانيه لمحمود عرفان، لعبد العظيم ويا ولد، لكن برافو احمد الجوهري واقف صح قوي، ياخد الكره من محمود السيد ولكن في الاخير يحطها في الشبكه ونقطه لصالح نادي سبورتنج 16 11. ارسال مع نادي سبورتنج. محمود عرفان، ده محمود، ده محمد عبد العظيم مره ثانيه، احمد الجوهري، محمود السيد، محمود عرفان لمحمد عبد العظيم، تعدي سهله لاحمد الجوهري لمحمود السيد ويطلع يحطها قويه حلوه محمود او احمد الجوهري في اخر الملعب، ياخد بيها النقطة نادي اسكندرية البترول والنتيجة 13 16. اسكندرية البترول 16 سبورتنج. ارسال مع محمود السيد اللاعب رقم 1 واستقبال من محمد عبد العظيم، يعديها سهلة لكن خارج الملعب، قوية من اكثر من اللازم، ياخد بيها نادي اسكندرية نقطة رقم 14. محمود السيد، استقبال من محمد عبد العظيم، ثاني كوره يطلعها حلوه احمد الجوهري ومحمود السيد يطلعها الفاتت دي، وفي الاخير يشوطها محمد عبد العظيم تيجي في ايد محمود السيد وتنزل داخل ملعبه، والنقطه رقم 17 لنادي سبورتنج 17 14. محمود عرفان ارسال، استقبال من احمد الجوهري مره ثانيه يعديها، عبد العظيم يحط كره حلوه، عبد العظيم قويه من جنب ايد احمد الجوهري تنزل داخل الملعب، ياخد بيها نادي سبورتنج النقطه رقم 18 و18 14. تايم اوت لنادي اسكندريه البترول. وادي احمد الجوهري بيتكلم مع محمود السيد. ارسال لمحمود عرفان، استقبال جيد من احمد الجوهري لمحمود السيد، وحلوه قويه حلوه حلوه من احمد الجوهري، تاتش ان داخل الملعب، والنقطه رقم 15 لنادي اسكندريه للبترول. Thank you.
ارسال مع احمد الجوهري، كرة حلوة قوية من محمد عبد العظيم، تاتش ان داخل الملعب ونقطة رقم 19 لنادي الزهور. كرة كانت قوية في ايد محمود السيد وتنزل داخل الملعب ونقطة لصالح نادي سبورتنج. 19-15 ارسال قوي وخارج الملعب ولا جوه الملعب، هنشوف الإشارة ايه. تغيير ملعب ونقطة لصالح نادي سبورتنج. عشرين خمستاشر عبد العظيم او محمد عبد العظيم على الارسال، استقبال جيد من احمد الجوهري لمحمود السيد. احمد الجوهري مره ثانيه، محمود عرفان، عبد العظيم ده عرفان ويحط الكره تاتش ان داخل الملعب، ولكن عدى ملعب نادي اسكندريه للبترول محمود عرفان، ونقطه لصالح نادي اسكندريه للبترول، والنتيجه 16-20. محمود السيد على الارسال، لاعب نادي اسكندريه للبترول رقم واحد. محمود استقبال جيد من عبد العظيم لعرفان لعبد العظيم مره ثانيه ويحطها ولكن خارج الملعب، ونقطه لصالح نادي اسكندريه للبترول 17-20. محمود السيد على الارسال، كابتن زيدو عندهم ها، استقبال جيد من محمد عبد العظيم لمحمود عرفان، ولكن في لمس شبكه على احمد الجوهري، و 21-17 وينتهي الشوط الاول لصالح نادي سبورتنج على نادي اسكندريه البترول بنتيجه 21-17. مشاهدينا الكرام، في انتظار بدايه الشوط الثاني تابعونا. شبكه العصايه، العصايه يعني عايزه من فوق جايه لبره، هي جايه كده، شد الشبكه من هنا شويه كده من تحت الشريط الابيض ده عشان اظبط شويه زي الفل. في انتظار وقت الراحة بين الشوطين، وادي فريق نادي اسكندرية للبترول محمود السيد واحمد الجوهري. ارسال خاطئ من نادي سبورتنج والنقطة الأولى نادي اسكندرية للبترول. محمود السيد على الإرسال، عبد العظيم يعدي الكرة حلوة تنزل داخل الملعب ياخد بيها نادي سبورتنج النقطة الأولى في الشوط الثاني، وشوط أول لصالحه أيضا 21-17. بره الشبكة سيبك،
محمد عبد العظيم ارسال في الشبكه ونقطه لنادي اسكندريه 2-1. احمد الجوهري ارسال لاسكندريه البترول، استقبال من محمود عرفان لمحمد عبد العظيم، لمحمود عرفان مره ثانيه، احمد الجوهري، محمود السيد يعديها سهله ولكن برافو محمود عرفان. لسه الكره مع نادي اسكندريه البترول، هيعديها محمود السيد، يلحقها عبد العظيم لعرفان، لعبد العظيم مره ثانيه قويه حلوه حلوه حلوه، تاتش ان ولمس شبكه كمان على محمود السيد، والنتيجه 2-2. محمود عرفان على الارسال لنادي سبورتنج. استقبال جيد من احمد الجوهري، تعدي الكره مره ثانيه محمد عبد العظيم لمحمود عرفان ويحط كره حلوه لكن برافو يطلعها محمود السيد، ثاني كره مع محمود عرفان يعديها حلوه حلوه ويلحقها محمود عرفان، ولسه الكره راحه جايه بين الفريقين، وفي الاخير يطلع يحطها محمد عبد العظيم في الشبكه وتنزل داخل ملعبه، ونقطه لصالح نادي اسكندريه البترول 3-2. ارسال اسكندريه البترول، محمود السيد يخط الكره بره لاعب نادي سبورتنج محمود عرفان، ونقطه لصالح نادي اسكندريه 4-2. محمود عرفان ما زال على الارسال، استقبال مش مظبوط من عبد العظيم مره ثانيه، عرفان لعبد العظيم، يا ولد يا ولد يا ولد، يعني عمل فنت كده على الشبكه خلى احمد الجوهري يطلع وينزل على الفاضي ويحط الكرة بليس حلوة، الجوهري كان متخيل انه هيشوطها، وفي الأخير نقطة لنادي سبورتنج و3-4، والإرسال ينتقل لمحمد عبد العظيم لاعب نادي سبورتنج رقم 2. طبعا ده غير محمد عبد العظيم زميلنا المعلق الجميل اللي معانا في هذا في لقاءات نادي أو أون تايم سبورتس. محمود عرفان أو محمود السيد لأحمد الجوهري، محمود عرفان عبد العظيم، حلوة حلوة ولمس شبكة على أحمد الجوهري، ونقطة لصالح نادي نادي سبورتنج 4-4. استقبال من محمود السيد لأحمد الجوهري، عديها سهلة محمود السيد، تنزل قدام محمود عرفان ياخد بيها نادي اسكندريه النقطه رقم 5 و5-4. ارسال احمد الجوهري اسكندريه البترول، استقبال من عبد العظيم مش مظبوط مره ثانيه، احمد الجوهري ويسقطها، يا ولد يا ولد يا عرفان، يا ولد يا محمود يا سيد، يطلع يحط الكوره بخلف كف ايده كده يسقطها تحت الشبكه على طول، ياخد بيها نقطه رقم 6، والارسال مع احمد الجوهري. ما صفرش الحكم لسه. المباراه الثانيه طبعا في ملعبين فالصفاره مش عارفين جايه منين، لكن لسه الحكم ما صفرش، كابتن حازم الشربيني. واستقبال جيد من محمد عبد العظيم ويطلع يسقطها، طبعا طبعا باينه قوي الدنيا فاضيه قدامه، فيسقطها قدام احمد الجوهري، ياخد بيها نادي سبورتنج النقطة رقم 5 و5-4، والإرسال مع محمود عرفان لاعب نادي سبورتنج رقم 1. محمود عرفان استقبال ونقطة مباشرة واسم الإرسال، اعتمدوا على بعض لاعبي نادي اسكندرية البترول محمود السيد وأحمد الجوهري، وفي الأخير نقطة مباشرة من الإرسال لصالح نادي سبورتنج، والنتيجة 6-6. محمود عرفان واستقبال خاطئ من محمود السيد، ونقطة ثانية واسم الإرسال، و7-6 لنادي سبورتنج.
في الشوط الثاني ما زال محمود عرفان على الإرسال، لاعب نادي سبورتنج رقم واحد. محمود السيد استقبال بيضا مش مظبوط، لكن يلحق أحمد الجوهري، وفي الأخير محمد عبد العظيم كرة كانت خارج الملعب لكن لعبها وحطت في الشبكة وخدم بيها لاعب نادي اسكندرية البترول أحمد الجوهري، وفي الأخير نقطة والتعادل 7-7 وتغيير ملعب. محمود السيد على الإرسال لنادي اسكندرية البترول، استقبال مش مظبوط من محمد عبد العظيم لكن يلحقها محمود عرفان ويعديها عبد العظيم محمود السيد لأحمد الجوهري ويسقط الكرة، ويا ولد يا ولد يا ولد، كرة خلف محمد عبد العظيم عكس اتجاه محمود عرفان، ياخد بيها اسكندرية البترول نقطة رقم 8 وياخد محمود السيد الإرسال. استقبال محمود عرفان برضو مش مظبوط للمرة الثالثة ونقطة 9-7، إرسال تكتيكي جيد من محمود السيد موجه على محمود عرفان بمعناه باللغة الدرجة بتاعتنا كده ان هو بيصطاده. استقبال من محمد عبد العظيم لمحمود عرفان يعديه عبد العظيم ولكن تيجي في ايد احمد الجوهري ويحاول تاني عليها يلحقها ولكن ما يلحقهاش، ونقطة لصالح نادي سبورتنج 8-7. ارسال لنادي سبورتنج محمد عبد العظيم على الارسال لنادي سبورتنج لاعب رقم 2، ارسال جيد واستقبال حلوه قوي 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 من احمد الجوهري، الكره استقبلها محمود السيد تطلع على الشبكه، يعني هديه لاحمد الجوهري يحطها قويه جدا من الكره الثانيه داخل الملعب ما يلحقهاش لاعبي نادي سبورتنج، ونقطه لصالح نادي اسكندريه البترول 10-8. أحمد الجوهري ياخد النقطة والإرسال، النقطة الجميلة اللي فاتت. استقبال من محمود عرفان، محمد عبد العظيم لعرفان يعديها سهلة، الجوهري تاني محمود السيد للجوهري قوية حلوة ومحمود عرفان يستقبلها ويعديها حلوة محمد عبد العظيم في آخر الملعب في مركز واحد، طبعا يعني عكس اتجاه أحمد الجوهري اللي حاول عليها الحقيقة إنه يلحقها ولكن ما لحقهاش، ونقطة لصالح نادي سبورتنج 9-7. ارسال لنادي سبورتنج محمود عرفان لاعب رقم 1، استقبال من احمد الجوهري محمود السيد لاحمد الجوهري مره ثانيه قويه حلوه ودفاع جيد من محمد عبد العظيم، محمود عرفان هيعدي عبد العظيم سهله ويحطها لكن الراجل واقف مستنيها، يا راجل كنت لعبتها جماعية أفضل، وفي الأخير يطلع محمود عرفان يحط الكرة في الشبكة بدون لمس أي حد، ونقطة لصالح نادي اسكندرية 11-9. محمود السيد إرسال، استقبال من عبد العظيم لعرفان لعبد العظيم مره ثانيه ويحطها حلوه قوي 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 قوي، يعني عكس او مكان احمد الجوهري الفاضي، ياخد بيها نادي سبورتنج النقطه رقم 10 و10 11 وتغيير ملعب مع دقيقه راحه. حكام اللقاء الكابتن حازم الشربيني حكم اول زي ما قلت لحضراتكم، والكابتن مصعد عطله الحكم الثاني، حكامنا الدوليين والمسجلين ايمان عبد العزيز و داليا كمال، ومراقبي خطوط مرهان احمد وثناء حنفي. الشوط الثاني حتى الان اسكندريه متقدم على سبورتنج بفارق نقطه، ولكن سبورتنج متقدم بالشوط الاول 21-17 بفارق اربع نقاط، وهنشوف
مع استكمال هذا الشوط. مين اللي ليه اليد العليا؟ سبورتنج ينهي اللقاء ولا اسكندريه البترول يلعبوا الشوط الثالث؟ هنتابع مع حضراتكم. والارسال مع نادي سبورتنج، محمد عبد العظيم رقم 2 على الارسال. ارسال نادي سبورتنج. ونقطة مباشرة واسم الإرسال من محمد عبد العظيم بين لاعبي اسكندرية للبترول محمود السيد وأحمد الجوهري، ياخد بيها النقطة رقم 11. 11-11. إرسال مازال مع محمد عبد العظيم لاعب نادي سبورتنج رقم 2. خارج الملعب، و12 اسكندرية للبترول 11 سبورتنج. إرسال لنادي اسكندرية للبترول. ارسال لعبه من تحت لفوق، عمل لوب عالي قوي خارج الملعب. واحمد الجوهري على الارسال لاعب نادي اسكندريه البترول رقم 2. ارسال جيد، استقبال من محمود عرفان لعبد العظيم، لعرفان مره ثانيه سقطها لكن الجوهري مستنيها ويحطها حلوه ولكن خارج الملعب من محمود عرفان. النطه اللي نطها دي هي اللي طلعت الكره بره، لكن اللاعب هو واقف كانت نزلت داخل الملعب لكن النطه اديتها قوه زياده وفي الاخير نقطه لصالح نادي سبورتنج. و12 12 وينتقل ارسال لمحمود عرفان لاعب نادي سبورتنج رقم 1. محمود عرفان، استقبال من احمد الجوهري لمحمود السيد لاحمد الجوهري. يا ولد يا ولد يا ولد، يسقطها حلوه داخل الملعب، ياخد بيها النقطه رقم 13 لاسكندريه البترول وياخد الارسال رقم 1 محمود السيد. استقبال من عبد العظيم لعرفان، لعبد العظيم تاتش ويطلعها حلوه قوي محمود السيد لكن تاني مع نادي سبورتنج، يعديها سهله حلوه حلوه حلوه، شايف الملعب تماما ويعني مركز وعارف هيحط الكره فين، الاثنين جنب بعض وطبعا زمايله بيحيوه، وكره حلوه قوي محمود عرفان يحطها. الاثنين لعيبه بتوع نادي اسكندريه جم ناحيه الشمال حطها في اليمين ونقطه، و13 13 ومحمد عبد العظيم على الارسال لنادي سبورتنج. استقبال محمود السيد، احمد الجوهري لمحمود السيد مره ثانيه قويه طبعا باينه قوي قوي، اعداد اكثر من رائع من احمد الجوهري لمحمود السيد، يطلع يحطها قويه داخل الملعب ياخد بيها النقطه رقم 14 وياخد احمد الجوهري الارسال. استقبال مش مظبوط من محمود عرفان، ياخد بيها نادي اسكندريه للبترول واحمد الجوهري كوره نقطه مباشره من الارسال، و 15 13 وتغيير ملعب. ما زال ارسال مع نادي اسكندريه للبترول مع احمد الجوهري اللاعب رقم 2. ارساله جيد جدا لمحمود عرفان ومش مظبوطه الاستقبال، يحاول عليها محمد عبد العظيم ما يلحقهاش، ونقطه 16 13. الجوهري ما زال على الارسال لاعب نادي اسكندريه للبترول. استقبال جيد المره دي من محمود عرفان، يطلع ياخدها تاني ويسقطها حلوه، يلمسها بس يا دوب تنزل تحت الشبكه، يحاول عليها محمود السيد ولكن تيجي في الشبكه وفي الاخير نقطه لصالح نادي سبورتنج 14 16. ارسال لمحمود عرفان لاعب رقم 1 لنادي سبورتنج. استقبال جيد من الجوهري لمحمود السيد، تاني كوره عبد العظيم عرفان يسقطها حلوه قوي 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 في اخر الملعب مكان احمد الجوهري الخالي تماما طبعا فاضي، والنتيجة نقطة لصالح نادي سبورتنج 15 16. ما زال إرسال مع نادي اسكندرية البترول أو رجع أو مرة ثانية نادي سبورتنج عفوا، ينتقل إرسال نادي سبورتنج. محمود عرفان خد النقطة والإرسال، عرفان لأحمد الجوهري لمحمود السيد لأحمد الجوهري مرة ثانية، محمد عبد العظيم محمود عرفان لعبد العظيم يعديها سهله لكن
يحطها مره ثانيه محمود السيد، وحلوه حلوه وبرافو احمد الجوهري. وكوره خطا على لاعب نادي اسكندريه البترول محمود السيد، ونقطه والتعادل 16-16. محمود عرفان ارسال استقبال احمد الجوهري، محمود السيد للجوهري مره ثانيه قويه، لكن برافو عرفان مستنيها، ياخدها من عبد العظيم، وحلوه حلوه حلوه حلوه. يا سلام لما يكون اللعيب شايف الملعب ومركز وعارف المكان الفاضي فين يحط فيه الكوره، ياخد بيها النقطه. و17 سبورتنج 16 نادي اسكندريه البترول، ودقيقه راحه بين الشوطين. 17 سبورتنج 16 اسكندريه. انتهى وقت الراحة، فرقتين هينزلوا أرض الملعب. إرسال مع نادي سبورتنج 17-16 لصالح نادي سبورتنج في الشوط الثاني. شوط أول أيضا لصالح نادي سبورتنج 21-17. محمود عرفان ارسال لنادي سبورتنج، استقبال احمد الجواري، محمود السيد للجواري مره ثانيه، حطها حلوه في اخر الملعب من فوق ايد محمد عبد العظيم مكان محمود عرفان، ياخد بيها النقطه رقم 17 والتعادل 17-17. ينتقل ارسال لنادي اسكندريه البترول. محمود السيد على الارسال، وكره حلوه وايس تلمس يعني الحد العلوي للشبكه وتنزل، يعني ما لحقهاش محمود عرفان، ونقطه و18 اسكندريه البترول 17 سبورتنج، وتغيير ملعب والارسال مع نادي اسكندريه للبترول. مع زال الارسال مع محمود السيد، استقبال من محمود عرفان لمحمد عبد العظيم، لعرفان مره ثانيه تاتش اوت في اتحاد الصد احمد الجوهري، والتعادل 18-18. محمد عبد العظيم على الارسال، اللاعب رقم 2 لنادي سبورتنج. عبد العظيم ارسال، ونقطه مباشره واسم الارسال على احمد الجوهري، ياخد بيها نادي سبورتنج النقطه رقم 19 و19 18. عبد العظيم ارسال، محمد عبد العظيم استقبال وحش من الجوهري، لكن يلحقها عرفان محمود السيد ويعديها الجوهري، تاني عرفان، ويا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا عرفان، نجم الشوط محمود عرفان، والنتيجة 20-18 لصالح نادي سبورتنج. نقطة تفصل نادي سبورتنج عن الفوز بهذا اللقاء. محمد عبد العظيم في الشبكة و19-20. ينتقل إرسال أحمد الجوهري لاعب نادي اسكندرية البترول، وما زلنا ماتش بوينت نقطة المباراة لصالح نادي سبورتنج. استقبال من عبد العظيم لعرفان، لعبد العظيم مره ثانيه عديها سهله، يا ولد يا ولد يا ولد، ياخد بيها النقطه رقم 21 ويفوز نادي سبورتنج بالمباراه بشوطين مقابل لا شيء. شوط اول 21-17 والشوط الثاني 21-19. مشاهدينا الكرام، سعدت بصحبتكم معلقكم حمد السيد، والى لقاءات اخرى قادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.